محمد إدريس الرياحي، كاتب فرع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء ديال الفيدرال الديمقراطية للشغل، فرع الشرف مغوغة. اليوم التواجد ديالنا إلى جانب الأطر التربوية العاملة بالمؤسسة هو تواجد من أجل الاطلاع على المشاكل اللي كتعاني منها المؤسسة واللي كتأثر على السير العادي ديال العملية التعليمية التعلمية بشكل يومي. اليوم من خلال اللقاء ديالنا مع الأطر التربوية استمعنا للمشاكل ديالهم واستمعنا لها بواحد الأذن صاغية، ونتمنى أننا إن شاء الله نكون طرف فاعل في إيجاد الحلول. المشاكل باش ما نطولش عليكم، المشكل الأول هو الاكتظاظ، يعني المشكل اللي كيعانيو منه الأساتذة الأطر التربوية العاملة بالمؤسسة هو الاكتظاظ. المؤسسة عرفت واحد التوافد كبير ديال واحد العدد كبير ديال التلامذ اللي جاو من مناطق مختلفة من المدينة وخاصة من جهة ديال مغوغة، والأساتذة العاملين بالمؤسسة كيقولوا على أنه هناك مؤسسات تتواجد بمقاطعة مغوغة كيقولوا على أنه ممكن يمشيوا المؤسسة أخرى اللي هي الحي الصناعي، وبالتالي غادي يتم التخفيف على مؤسسة عبد المؤمن الموحدي وغادي يشتغلوا الأساتذة في واحد الظروف عادية ومعقولة. البنية ديال المؤسسة كتعاني من واحد الضغط كبير من هذا الاكتظاظ، وهذا الشيء اللي غينعكس بشكل سلبي على بعض المواد العلمية اللي كتدرس بالتفويج. يعني الأساتذة كيوجدوا نفسهم بين واحد الخيار اللي هو صعيب شي شوية، أنه خصهم يختاروا إما يحافظوا على التفويج ويلتحقوا بواحد المؤسسة ابتدائية اللي غادا تكون كملحق يمشيوا لواحد 15 ديال الأقسام، أو يلغيوا التفويج ويبقوا في المؤسسة الأصلية اللي هي عبد المؤمن الموحدي. إذا بقوا في المؤسسة ديالهم غادي يتحرموا التلامذ من التفويج، وهذا من طبيعة الحال غادي يأثر بشكل سلبي على النتائج ديالهم. وإذا مشاو المؤسسة ديال بدر اللي هي محادية للمؤسسة، الظروف ديال الاشتغال فيها شي شوية صعيبة. مثلا نبداو على انه كاين الطبالي مثلا ديال التلامذ اللي غيجلسوا فيهم تلاميذ طاولات يعني موجهه للتلاميذ ديال الابتدائي، طاولات من حجم صغير، وكنعرفوا يعني يعني الفئه العمريه ديال التلاميذ ديال الثانوي غادي يتعذبوا شي شويه الا جلسوا في داك الطاولات ديال التلاميذ الصغار. حنا ما كرهناش ان المشكل يتحل من الجذور ديالو ونقلبوا على واحد الوضعيه ديال التدريس اللي تكون مواتيه واللي تكون في صالح الاطر التربويه العامله بالمؤسسه وتكون في نفس الوقت في صالح التلميذ والتلميذة، لأن احنا معاهم كنشتغلوا وكتهمنا مصلحتهم وكيهمنا المستقبل ديالهم. صحيح، وهنا الأساتذة كيفاش كيقولوا في هذا الجانب هذا، كيقولوا على أنه الإدارة ديال المؤسسة كيخصها تشاركهم في التدبير التشاركي ديال المؤسسة. الأساتذة كيقولوا بأن كاين تدبير أحادي من طرف رئيس المؤسسة، وبأنه ما كيستمعش ليهم وما كيصغيش ليهم وما كياخذش بالأفكار اللي كيقترحوها وما كياخذش بالحلول اللي كيقدموها. فيما يتعلق بالاكتظاظ، الأساتذة كيقترحوا على أن مثلا إعدادية عمر الخيام ممكن التلاميذ ديالها يمشيو مثلا للحي الصناعي، والاساتذه على علم لانهم تواصلوا مع مجموعه ديال الزملاء ديالهم اللي كيشتغلوا بمؤسسه الحي الصناعي، وتاكدوا يعني على ان المؤسسه ديال الحي الصناعي كتعرف واحد التخفيف في البنيه، وبالتالي الى التلاميذ اللي وافدين من الاعداديه ديال عمر الخيام التحقوا بالحي الصناعي غادي يكون واحد التخفيف على مؤسسه عبد المؤمن الموحدي، وغادا تكون واحد الظروف موضوعيه وطبيعيه بالنسبه للتلاميذ والتلميذات بالمؤسسه. باسم اساتذه عبد المؤمن الموحدي التاهيليه، اجتمعنا هذا الصباح يوم الجمعه لاجراء وقفه احتجاجيه على ما آلت اليه اوضاع المؤسسه طوال عقد من الزمان، فمنذ تأسيسها 2011-2012 كنلاحظوا يعني الإدارة الجديدة يعني كتلك واحد طريقة خاصة، طريقة لا تشاركية، طريقة غير مندمجة، طريقة لا تساير الشعار الذي هو مرفوع للموسم الدراسي الحالي اللي هو من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. فهناك مشكل كتعاني منه المؤسسة ديال عموم الموحدين، مشكل ديال طريقة ديال معالجة وتدبير الملفات على المستوى الإداري أو على المستوى التربوي أو على حتى المستوى العلائقي. فنحن يعني في سنتنا الثانية في تسيير ديال الإدارة الجديدة لهذه المؤسسة، تشكل المؤسسة من مشاكل عدة على المستوى الإداري بالنسبة لجمعيات الآباء وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ تم يعني تجميدها، كذلك عندنا مركز ديال النسخ اللي احنا الآن في الأسبوع ديال
التقويم التشخيصي تم يعني اغلاقه. التحقنا بالبدايه ديال السنه والسيد المدير لم يعني يعقد الاجتماع كما لم يعقده في السنه الماضيه عندما التحق لاول مره بهذه المؤسسه، لم يعقد اجتماع مع الاطر الاداريه والتربويه. احنا من هنا كنطلبوا الجهات المسؤوله بانها تتخذ خطوات الجريئه واللازمة لوقف النزيف اللي كتعرفوا المؤسسة ديال العموم الموحدي واللي كيبان من المؤشرات دياله من خلال يعني النسب ديال المغادرة ديال تلامذ المؤسسات الأخرى، كذلك الانتقال ديال واحد عدد كبير ديال الأساتذة إلى مؤسسات أخرى. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.